ايد بتساعد ايد بتضحي، واخدين امن بلدنا امانه، حالفين بيهم تاني نصحي مصر وتفضل ارض كدانه. احنا وراهم علشان ترجع تاني تلف العجلة تدور، تيجي الناس من اخر الدنيا تيجي تشوف معلمها تزور، دي اثارها بتتكلم عنها تحكي تاريخ على مر عصور. ايد بتساعد ايد بتضحي، واخدين امن بلدنا امانة، حالفين بيهم تاني نصحي مصر وتفضل أرض كنانة. مش هنأجل حاجة لبكرة ولا نقول لسه قدام، احنا علينا نبدأ بمذاكرة وانت عليكوا الشغل يبان، وننفذ ما نقولش دي فكرة مش هنسيبك تكون أحلى. احنا معاهم نبقى في وحدة ومدام مع بعض فواثقين، مش هنضيع ابدا لحظة نبني طريق بنعدي سنين، مش ايد مع ايد لا ايد واحدة في الرباط لسه ليوم الدين. ايد بتساعد ايد بتضحي، واخدين امن بلدنا امانة، حالفين بيهم تاني نصحي مصر وتفضل أرض جنانة. يلا هناخد صورة وياكم ومعانا الأعلام هتكون بترفرف ماسكينها معاكم، ونوريها لكل الكون. شوفوا قوة لما هنتجمع أكتر من 90 مليون، أكتر من 90 مليون. واخدين امن بلدنا امان، حالفين بيهم تاني نصحي مصر وتفضل ارض كنانه. ايد بتساعد ايد بتضحي، ايد بتضحي، واخدين امن بلدنا امانه، حالفين بيهم تاني نصحي مصر وتفضل أرض كنانة. إيد بتساعد إيد بتضحي، إيد بتضحي، وإن بلدنا أمانة، حالفين بيهم تاني نصحي كنت قايلين احنا كنا بنغني لمين بقى في اعياد الشرطه؟ كنا بنغني لمين يا نجلاء؟ لمصر. نجلاء ايه؟ كنا بنغني لمين يا نجلاء؟ كنا بنغني للشرطه والاهالي والسيسي سياده الرئيس. كنت طبعا انا كتبت لما اتاثرت باني هحضر حفله زي دي، وانا اصلا من كورال اطفال مصر مع المايسترو سليم سحاب، فاتاثرت بان انا هحضر حفله ضخمه زي دي، كنت بشوفها على التلفزيون وانا صغيره، اتحقق يعني، بقيت فخوره وحاسه ان انا إذا لا ده أنا بشوف حاجة من ذكرياتي وأنا صغيرة كنت بشوفها على التلفزيون، دلوقتي أنا في الواقع وفي الأرض الواقع اللي أنا فيه وفي الحفلة وفي نفس في المكان ده، وبقيت جزء من الاحتفال الرائع والعظيم ده. فعلا أنت كنت عارفة إن إحنا بنغني عشان الشهداء اللي ماتوا، إيد بتساعد وإيد بتضحي، في ناس بتساعد وفي ناس بتموت؟ أيوة. كنت فاهمة ده؟ أيوة كنت فاهمة ده، عشان السيسي بس. عشان إيه؟ السيسي بس. السيسي بس. انت كنت حاسه بايه بقى وانت بتغني قدام الرئيس؟ كنت حاسه ان انا بتخيل حاجه. لا انت قلتي لي انك كنت قالت ايه من شويه؟ فرحانه؟ منبهره. منبهره يعني فرحانه. منبهره. منبهره فسالتها منبهره يعني فرحانه، فقالت لي